اي اتحاد كابتن حلمي، اتحاد الكوره بقى عايزين انتخابات. لو احنا بنتكلم ان احنا في شهر 8 عندنا انتخابات جديده لاتحاد الكوره، خلاص اتحاد الكوره ده هيخلص، وشهر 8 عندنا انتخابات جديده، دي فتره تكميليه. ايوه لان خلاص ده اربع سنوات جديده الاتحاد السابق. نحن نريد اسماء جديده لاتحاد الكوره، رايك ايه في الانتخابات القادمه؟ هو طبعا مهم جدا ان يبقى في اسماء، ويا ريت اتمنى ان يكون المرشحين متخصصين تماما في كرة القدم، ويستعينوا بالأكثر تخصصا للتخطيط للكرة في مصر. ده أنا اللي أنا بتمناه حقيقي يعني. فمهم جدا أن احنا نستخدم العلم في كل شيء عندنا في خاص كرة القدم، في التخطيط وفي الاختيارات وفي الإعداد وفي كل شيء. العلم بقى عنصر مهم جدا في كرة القدم. هل لدينا بين قوسين بس حضرتك، اهلا وسهلا بنجوم كرة القدم، لا بس ولكن يكون نجم كرة القدم المؤهل والراجل اللي دارس الإدارة وعارف كيف يدير. هل مسألة ان نجم الكرة دكتور فقط تلاقيه مقتحم كل حتة دون ان يكون مؤهل؟